سمعت او ما سمعت عن النصراوي اللي احتزم بنادي الهلال اثناء مباراه النصر والعين؟ اذا انك ما سمعت اسمع 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 اسمع. مشجع نصراوي واثناء مباراه العين والنصر وتوها ما انتهت المباراه وكل شيء كان وارد، ممكن يفوزون العين ممكن يفوزون النصر، رافع موبايله وفاتح شعار نادي الهلال ويأشر باتجاه جمهور العين ويقول هذا اللي بيطلعكم من اسيا. طيب يا حبيبي المباراه ما زالت شغاله، كيف تفقد الايمان بفريقك بهذه الطريقه وتحتزم بفريق ثاني ياخذ ثارك؟ لكن يلا ما عليه، هارد لك ومعوضين خير يا النصراوية، والف مبروك للزعيم العيناوي. ليس الى هنا فقط، نقول هذا المشجع صغير والى الان ما عنده خبره في اسيا ولا في كره القدم، لكن مشجعين اخرين كثر ومنهم كبار السن يقولون نفس الكلام ويحتزمون بالزعيم العيناوي ضد اي فريق اخر. مبروك الطرد اللي خدمكم بكثير، اللعب اليوم للنصر. النصر ما كان في يومه، يعني هذا هو مو في يومه، سجل 4. كيف لو كان في يومه كان بتكون تاريخية. المشكلة مو هنا، المشكلة انه انا كان ودي انكم تروحون بعيد لكن بتصدمون في الهلال. الهلال عاد ما يحتاجه، هو متمرس في العين رايح جاي، ياخذه بالسداسية والسباعية وانت ماشي، لذلك ما راح تروحون بعيد، يعني ما راح تعدون دول 4 ابدا، وراح تكون النتيجه عليكم قاسيه جدا. ف هنيئا 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 بالحظ والصدفه، ولا ما هي جداره، لكن يلا ما لقى شيء يستاهله. ولكن يعني اللي بي يعني اللي انا اشوف انه فرحتكم ما راح تتم، ما راح تتم ابدا، يعني فرحه مؤقته، فرحه بالثواني والدقائق والساعات فقط. ويجيكم الهلال يقول لكم باي باي يا العينويه. تكفى يا هلال، تكفى طلعهم، تكفى تكفى طلعهم. يحق لك يا سيدي، والله يلوم اللي يلومك، هذا الزعيم العيناوي اذا ما قدرت تاخذها بعرق جبينك وبيمناك من الملعب، يحق لك انت وغيرك تحتزم بالزعيم وبكبير اسيا نادي الهلال اللي بيلعب ضد العين في مباراته القادمه، وبالتوفيق للفريقين. لكن من اغرب الاشياء اللي سمعتها في مباراه النصر والعين ومن اسباب خساره نادي النصر ان المرمى في الشوط الاول هو السبب. خلل وين؟ الخلل بالمرمى اللي هنا، المرمى اللي هنا كان في خلل اليوم، ما سجلنا شيء اللي هنا، مفروض كنا نلعب هناك. المرمى اللي هنا كان ايوه يعني بيسحب مثلا، شوف كله مضيع ما عدا كريستيانو، كريستيانو يكسر الخلل ويجيبه كل شيء. هو الوحيد بس كله مضيع، ومن ذاك المباراة هنا الخلل المرمى هذا. تدري الخلل وين؟ المرمى هو السبب، إذن المرمى هو السبب والشكوى لله. من جهة أخرى بعض الناس، ماجد تحية حب وتقدير لك يا الحبيب، صرح قبل 6 شهور أو 5 شهور تقريبا وقال أن نادي النصر راح ياخذ آسيا على مسؤوليته الخاصة. عاد الله ومسؤوليتك الخاصة يا ماجد، والآن النصر طلع من آسيا برغم وجود كريستيانو رونالدو. وشو قال ماجد هذاك الوقت؟ قال إذا ما حقق النصر آسيا عطوني أي تحدي بسويه. انا بعطيك تحدي واحد بس، مو بتحدي بعد، طلب. اسكت بس، بس اسكت، الله يخليك اسكت ولا تكثر كلام. السنه هذه انا اراهن الجميع واتحدى الجميع ان النصر راح يحقق دوري ابطال اسيا. طيب في ناس تضحك، في ناس بتتشمت، في ناس بتصدق، في ناس هو كل وتفكيرك وكل وعقليتك ورايك انت، لكن وجهة نظري والله العظيم مني مو بقاعد انكت ولا شيء، لكن سجلها علي واحفظها. السنة هذه لا التيشيرت لسه ما نزل في متجر. السنة هذه النصر بيحقق دوري ابطال اسيا. يا الله لك الحمد والشكر بعد مشيئة الله اني اراهن واتحدى وعلى مسؤوليتي وعلى مسؤولية الجميع، على مسؤوليتي وتحدى الجميع. حلو؟ وعطني تحدي والله لا اسويه لو ما حققنا آسيا السنة هذه. ها عزيزي المشاهد، ما هو التحدي اللي بتعطيه لماجد بعد ما خرج النصر من بطولة آسيا؟ هارد لك للنصر، هارد لك للنصراوية، وألف مبروك للزعيم العيناوي. ودائما يقولون
ونقول ونأكد أن المباريات داخل أرض الملعب بين فريقين كبار، بين فريقين رائعين، لكن بعض الجهلاء لما يسحبون المباراة إلى خارج الملعب يحملون اللاعبين ضغوط، يحملون الجمهور ضغوط، ويحملون أنفسهم ما لا يطيقون. ألف مبروك للزعيم العيناوي مرة ثانية، وهارد لك للنصراوية، ولا تنسوني من اللايك والفولو.